السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأفخم متابعين في العالم، متابعين قناة المراقب. لو ما عملتش اشتراك ضروري تعمل اشتراك وتفعل جرس التنبيهات. وفيديو جديد مع انفينكس نوت 7، حجم التليفون كبير جدا وعملاقه مش سهل جدا انك تستخدمه بيد واحدة. الشاشة تقريبا داخلة على 7 بوصة، هي 695 من نوع IPS بدقة HD+. وهنا التليفون بيجي بمعالج من شركة ميديا تك T70. التليفون فيه 4 كاميرات في الظهر وكاميرا سيلفي، الكاميرا الخلفية، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل. الحقيقة التصوير بتاعها كويس جدا وخصوصا على وضعية 48 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل. الفينكس قالت نواكب الترند ونحط البصمة في زرار الباور، والبصمة سريعة جدا والفيس أنلوك سريع ومفهوش مشاكل. صوت الموبايل هنا بقى قوي جدا لانه بيجي ستيريو، يعني ايه؟ يعني السماعة اللي تحت بتشتغل مع سماعة المكالمات اللي فوق. ندخل على البطارية، البطارية هنا ضخمة 5000 ملي امبير، تستحمل معاك من 9 ل 10 ساعات شاشة مفتوحة، هتكمل معاك يوم مستريح. لغز للاذكياء، لو عرفت حله واكتبه لي في التعليقات.